وعلى ذكر بقى الفريق الاول لكره القدم برضو عايزين نعرف حضراتكم ان احنا طبعا وانتم اكيد عارفين كويس ان احنا عندنا مواجهات مهمه الفتره اللي جايه على الصعيدين الافريقي والمحلي. الاهلي طبعا رجع يستأنف تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش بعد ما انتهت فتره الراحه السلبيه اللي حصل عليها كل اللعيبه لمده 24 ساعه طبعا بعد مباراه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. ما ننساش ان عندنا ماتش مهم في الدوري قدام امبي بكره ان شاء الله يوم الثلاث. وبرضو عايزين نعرفكم ان امبارح مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اجتمعوا بكل اللعيبه واتكلموا معاهم عن المرحله المقبله. كمان خاض اللعيبه تدريبات بدنيه ونفسيه قويه استعدادا لمباراه الغد اللي اكيد بنتمنى لهم فيها كل التوفيق ان شاء الله. شفت احنا كل شويه نركز على فنيه او بدنيه ونفسيه، بدنيه ونفسيه شق مهم جدا. على كل حال هنتكلم في التفاصيل من خلال طبعا الفقره اللي معانا.